اليوم حلقتنا من عز العرب اليمن. في هذه الحلقة من بودكاست الميادين نستضيف من صنعاء عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد محمد علي الحوثي. نحن نحمل القضية الفلسطينية منذ نعومة أظفارنا 9 سنوات، ومن يدير الحرب على بلدنا هي أمريكا. إن اتضح أن هناك مؤامرة ما من الميناء العائم الأمريكي، هل سيكون في المهداف الميداني؟ إن السكوت والجمود والاستمرار في هذا الشيء غير مفيد، لا يترك المجال لهذه المؤامرة لتمر. كنا طائرتنا ستكبر ثم تكبر ثم تكبر المسيرات. بودكاست الميادين يأتيكم الخميس الساعة 11 ليلا بتوقيت القدس الشريف.